كان هناك أي باب أمل بأنه نتوج ملكة في أي موقع، فتلاقيني طبعا أنا من الستات اللي هي مهتمية بحرية المرأة بجد، المرأة المعاصرة، المرأة الحديثة، الواثقة بنفسها. كل واحدة مننا ملكة، مش مستنية حد يتوجني، متوجة نفسي. هي خطوة، خطوة أمل لازم لها أنه يبقى في متابعة، يعني لازم يبقى في أكتر من حاجة وراها. ما ينفعش أنه بس نعمل الاحتفالية دلوقتي وبعدين تتوقف الحاجات. أتوقع بعد التكريم إن شاء الله يبقى في خطوة.